بس ده مش الخبر الحلو الوحيد اللي معانا، كمان أكيد معانا خبر أكيد. حلو جدا. فاز فريق شباب 16 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي وتوج بلقب بطولة الجمهورية بعد ما فاز على سموحة. المباراة أقيمت على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وشهدت بصراحة للي تابع أداء كان قوي جدا، مش هقول من فريق واحد، هقول من الجانبين حقيقي، بعد ما نجح بقى الفريق في حسم طبعا النتيجة لصالحه، كان بنتيجة 57-56. ما هو ده بقى بيأكد القوة والشراسة والأداء الرائع، إن حتى نتيجة الفوز فارقة بوينت واحدة، فحاجة كانت محترمة جدا. بس برضو خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. معانا كابتن محمد أشرف توفيق، مدرب كرة سلة بالنادي الأهلي. يا كابتن أشرف، صباح الفل على حضرتك. صباح النور على حضرتك، الله يخليك. والله بنسعد بجد من قلبنا لما اي فريق يعني في النادي الاهلي بيفوز، وكمان لما نتكلم عن ناشئين وصغار السن، نتكلم هنا كمان 16 سنه، يعني ده شيء اعتقد مبشر جدا جدا لقدام باذن الله. والله الحمد لله، الحمد لله، ده نتاج شغل ناس كتير قوي لمده سنين كتيره، والحمد لله احنا السنين اللي فاتت دي على مدار اخر 18 سنين تقريبا احنا قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحمد لله يعني كلها نجاحات، يعني فرقه المرتبط بقى لنا 6 سنين ما خسرناش ولا ماتش الحمد لله فعلا. واللي حصل امبارح ده نتاج شغل مدربين كتير قوي ومدير قطاع ناشئين كابتن سيد صابر طبعا وكابتن اسامه النمر، بحب اشكرهم والحمد لله، الحمد لله بفضل ونعمه. طيب هسأل برضو السؤال المعتاد بس هو مهم، معتاد ولكن مهم، كواليس هذه الرحلة، كواليس هذا الأداء المميز، احنا بنتكلم ما خسرناش يعني ماتش واحد أو بطولة، لا خليني أعرف من حضرتك أكتر كابتن أشرف، معلش من حقنا نفهم برضو. تمام. لا احنا البطولة كانت صعبة جدا جدا بالنسبة لنا، احنا دخلنا البطولة ناقصين 2 لعيبة مهمين جدا في الجيل، يعني 2 لعيبة مهمين قوي في الجيل. ابتدينا كان عندنا اول جيم زمالك، الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا، خلصنا الساعه 11 ونص بالليل، كان عندنا تاني يوم الساعه 4 ماتش سموحه جوه البطوله جوه الفاينل، ما توفقناش خالص، كنا داي اوف كلنا، خسرنا خلص 4 بونت. الحمد لله، الحمد لله قدرت ان انا اجهز الفرقه نفسيا انا وكابتن سيد وكابتن زمن، البطوله الست فرق اللي موجودين في البطوله جامدين جدا، كله هيكسب كله، فاحنا نعمل اللي علينا ان احنا لازم نكسب ال4 ماتشات اللي جايين، واكيد الفرق هتقع، وده فعلا اللي حصل، ان سموحه وقع هو ماتش الزمالك، فبقيت انا وسموحه بس اللي خسرانين جيم واحد، فلعبنا ماتش فيصل امبارح حتى جوه الجيم احنا تقريبا خسرانين طول الجيم، الجيم خسرانين وبنعوض، وصل الفرق ل10 بونت وفاضل 7 دقائق، وصل ل8 بونت وفاضل 3 دقائق، 5 بونت وفاضل 50 ثانيه، احنا خسرين 5 بونت وفاضل 50 ثانية، والحمد لله، الحمد لله الفرقة كان رجالة وكان عندهم ثقة غير عادية ان احنا هنكسب الجيم، لدرجة ان احنا جبنا بقينا ايكوال ترو جيم وفاضل 18 ثانية وكمان سموحة راح جايب باسكت، فاضل 3 ثواني وخسرانين باسكت 3 ثواني. الحمد لله، الحمد لله ربنا وفق بإرادة اللعيبة الحمد لله وكرم ربنا واجتهادهم، شوطنا شوطة في الاخر 3 بونت الحمد لله ربنا وفقنا. بس حاجة متعبة للأعصاب، هو متعبة بس واضح ان ده قدرنا، ده قدرنا في النادي الاهلي، احنا لغاية الثانية الاخيرة عندنا امل في اللعيبة بتوعنا في اي رياضة بقى، ما بنتكلمش عن 90 بلس بس كرة القدم، واضح ان ده حاجة متوارثة فعلا في الرياضات المختلفة. على كل حال احنا فخورين فعلا، ومزيد من التوفيق ان شاء الله كابتن اشرف ليك، وشكرا جدا.